آخر مشاهدين نختم بهذه الفقرة. الكثير من السيدات يجرين عمليات الحقن أو الحقن تحت الجلد بغرض التجميل وليبدين أكثر نضارة، والمهم لهن أن يعرفن كيفية إجراء هذه العمليات وما هي متطلبات ما بعد العملية. المزيد في هذا التقرير. التقدم في العمر تتسبب أضرار أشعة الشمس والشيخوخة وفقدان هرمون الأستروجين والتدخين في نقص الدهون والبروتين الكولاجين في الوجه، وهذا من شأنه أن يتسبب في ظهور تجاعيد الوجه. النساء يتطلعن دائما للحفاظ على نضارة بشرتهن، فلذا يلجأن إلى الحقن تحت الجلد بمادة تجميلية لتأخير الشيخوخة أو حتى منعها. عادة الشخص يعني مع تقدم العمر تظهر تجاعيد، والتجاعيد لما تطلع تبين في أماكن معينة. في عندك تجاعيد ديناميكية تطلع في أماكن متحركة، دائما تطلع على بداية حوالين العين وعلى الجبهة، وعوامل يعني نوع ما يعني هي نوع ما نعتبرها تجاعيد للتعبير. المواد المالئة الفيلرز اللي احنا نسميها تنحقن في مناطق معينة، فنوعا ما تملأ المنطقة، فعادة نملأ احنا فرضا منطقة الخدود عشان نخفف من الخطوط، وفي نفس الوقت بعد نملأ مناطق المنطقة الخط هذا اللي هنا اللي بين الخشم ولا بين الأنف للفم، فنخفف بعد من مظهره. المواد المالئة اللي احنا نستخدمها عادة، أول مادة مالئة كنا نستخدمها من زمان وللحين بعض الناس يستخدمونها الدهون، كنا نستخلص دهون من البطن ونحقنها بعدين في الجسم، لكن طبعا هالشيء هذا راح الحين اختفى. صرنا بعدين نستخدم الكولاجين، لكن مشكلته انه ما يتم شهر شهرين ويختفي، فصرنا بعد نوعا ما اختفى. اللي صرنا نستخدمهم أكثر شيء الحين نستخدم مادة يسمونها الهالورونيك أسيد. الهالورونيك أسيد وفيه طبعا عندك أنواع منها، فطبعا على حسب الشركة اللي هي تصنع الهالورونيك أسيد. الهالورونيك أسيد عادة مادة موجودة أصلا في الجسم، تتم فترة معينة حوالي بين 9 شهور للسنة وتختفي، الجسم يحللها وتختفي. طبعا في بعد مواد ثانية مثل الكالسيوم هيدروكسيلابتايت اللي هي نوع ما تحفز الكولاجين، بعد نحن نستخدمها حق مواد يعني كمواد مالئة بعد. إجراء هذه العملية البسيطة سهل جدا ولا يستغرق وقتا. تبدأ بفحص المكان المراد حشوه مع الأخذ بالحسبان ملامح الوجه، ويتم تطهير مكان الحقن ومن ثم حقن المادة. عادة قبل ما أبدأ أنا دائما يعني أشوف عندي أستخدم أنا دائما ما أستخدم الإبرة، أستخدم شيء إحنا نسميه الكانيلا. الكانيلا غير عن الإبرة إن الرأس مو مدبب مثل الإبرة وفي نفس الوقت أطول، فمن شكة واحدة أقدر أحقن المادة وأغطي منطقة الخد بالكامل بس من شكة واحدة من غير ما أضرب أكثر من شكة، لأن الإبرة مثل ما قلت لكم إبرة شوية طويلة. فالبداية أبدأ و أكون لي هالفتحة هذه باستخدام الإبرة الزرقاء، وبعدين أدخل المادة وأحقنها بالإبرة البرتقالية على هالطريقة هذه هنا، وندخلها داخل مثل ما إحنا نشوف الإبرة بالكامل تدخل. وأبتدي شوي شوي أحقن المادة. انتهاء من الحقن من المهم جدا تدليك الوجه لتفادي ظهور الكدمات. اي شكة ابرة الشخص يمكن تصير مثل كدمة، يطلع مثل هذا، والكدمة عادة اذا صابت الشخص تتم حادثة حوالي قريب يمكن اسبوع اسبوعين وتختفي اصلا لحالها. ايش اللي احنا نسويه؟ فرضا نخبرهم انه يستخدمون بعض الكريمات ولا بعض الحبوب يكون فيها مثل مواد نوعا ما تساعد ان الكدمات هذه لا تحصل. من هالمواد اللي احنا نستخدمها اصلا حق الشيء هذا هي ماده يسمونها الارنيكا. الارنيكا تساعد ان تخفف من ظهور الكدمات. فقبل ما يجي فرضا المريض عشان يسوي الابر نعطيه فرضا احنا هالكريم هذا ولا الحبوب، يستخدم ليها فتره معينه حوالي قريب 3 ايام قبل الحقن،
بعد ما احنا نستخدم نسوي له فرضا الابره نعطيه احنا بعدين الكريم نفسه اوكي ويستخدمه هو حوالي قريب الخمسه ايام للاسبوع عشان نوعا ما يخفف من ظهور الكدمات اذا كانت بتصير الكدمه. اليك سيدتي بعض الخطوات المناسبه للعنايه بالبشره قبل وبعد اجراء عمليه التجميل. اولا التنظيف المتكرر للجلد باستخدام غسول من نوع خاص، على سبيل المثال مياه تنظيف الوجه التي يصفها لك طبيبك المعالج. ثانيا الترطيب اليومي للبشرة. ثالثا تجنب أي تعرض لأشعة الشمس إلى حين اكتمال الشفاء، كما يمكن استخدام كريم واقي من أشعة الشمس، ويتعين استخدام كريم واقي من أشعة الشمس يوميا، حيث أن الجلد الجديد يكون أكثر عرضة لأضرار أشعة الشمس. معظم الناس الذين خضعوا لهذا النوع من الحقن أبدوا رضاهم التام عن النتائج، فإذا كنت سيدتي تبحثين عن طريقة سريعة وسهلة لتأخير الشيخوخة ولتبدي نضرة فعليك بالحقن التجميلية.